كنا فاكرين قبل يومين كلمت حضراتكم عن حفل صاخب، حفل أنس كان صباحي على كورنيش اسكندرية برعاية أحد الجهات والفنادق اللي له علاقة بالدولة في ما سمي بحفل تخرج كلية الأداب جامعة اسكندرية، حفل أحياء الفنان تامر حسني، وحضروا آلاف الشباب والبنات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية. يعني لو شفت الصور يتحرق دمك. بلد لحد النهاردة بقالها سنتين قافلة حمامات المساجد عشان عندها كورونا. بلد لحد النهاردة اللي بينزل الشارع وبيتقفش أو بيركب القطر ويتقفش ما معهوش 2-3 جنيه تمن كمامة بيتحاكم وبيدفع غرامة فوري. بلد لحد النهاردة بتعلن وكل يوم تعلن انها داخلة ذروة الإصابة والموجة الرابعة والأعداد بدأت تزيد. النهاردة تعدت 700 والوفيات وصلت 40، وفي نفس الوقت نفس البلد عاملة حفلة لشبابها لخيرة أولادها لطاقتها لتامر حسني على الكورنيش ويحضرها عشرات الآلاف. شايف الصورة اللي قدامك دي؟ الصورة دي من اسكندرية قبل 3 أيام على كورنيش اسكندرية لتامر حسني. مفيش بني آدم من الآلاف اللي قدام حضراتكم دول لابس كمامة أو ملتزم بالتباعد الاجتماعي. والمصيبة السوداء إن دول خريجي جامعة، يعني صفوة المجتمع. المصيبة الأسود إن إدارة الجامعة وإدارة الكلية متورطة في هذا الحفل، وطبعا كلهم عشان يشوفوا السيد تامر حسني ويفتح لنا كده ايه القميص بتاعه عشان يفرجنا على شعر صدره، ويروح بقى تروح كورونا في داهيه وتروح الاصابه في داهيه والاجراءات الاحترازيه في داهيه. لا وزاره صحه اتحركت ولا داخليه ولا جيش. الحفل ده كان على بعد كام متر من المنطقه الشماليه العسكريه، كان على بعد كام متر من بعض اسام الشرطة في المنتزه وفي اسكندرية، كان على بعد كم متر او كم كيلو متر من ادارة جامعة اسكندرية، لكن ما حدش تحرك. لما اتكلمنا والناس بدأت تتكلم عن على السوشيال ميديا بدأوا يطلعوا يردوا. فطلع السيد الاستاذ هاني خميس عميد كلية الاداب جامعة اسكندرية يقول انا ماليش دعوة، الطلبة هم اللي عملوا. يعني ايه الطلبة هم اللي عملوا؟ انا عايز افهم يعني ايه انت عميد الجامعة، عميد الكلية، عميد كلية اداب، ويتعمل حفل باسم كلية اداب وحفل تخريج الكلية او سنة رابعة في الكلية وتقول لي ماليش دعوة والحفل حصل من غير ما اعرف؟ لو ما تعرفش دي مصيبة، ولو عرفت وسكت دي مصيبة تانية. كنت ممكن ترفع سماعة التليفون على اقرب عسكري شرطة يروح يمنع المهزلة اللي قدام حضرتك دي. النهارده بقى الصحف بتتكلم عن ايه؟ الصحف بتتكلم عن مخاوف ما بين اهالي اسكندريه ومواطني الاسكندريه من انتشار فيروس كورونا بعد حفل اقامه تامر حسني وحضروا عشرات الالاف دون الالتزام بالاجراءات الوقائيه. مين يتحاسب بقى؟ تتحاسب المحافظه ولا المحافظ ولا مدير الامن ولا رئيس الجامعه ولا عميد الكلية ولا الناس اللي نظمت ولا تامر حسني نفسه يتحاسب انه وقف الموقف ده وجمع حواليه عشرات الالاف؟ بس لا تامر هيتحاسب ولا المحافظ هيتحاسب ولا مدير الامن هيتحاسب ولا رئيس الجامعة ولا عميد الكلية، لان الدولة نفسها هي اللي بتنظم الحفلات والافراح والليالي الملاح والمؤتمرات. والمواطن اللي يجيله كورونا يخبط دماغه في الحيطة، يخبط دماغه في الحيطة فعلا. النهاردة الإصابات تتعدى 700 والوفيات يتعدوا 40، وكل يوم بنزيد. عارف انت كأنها كرة تلج وماشيين نحو الكارثة. هنرجع تاني نسمع إصابات 1000 و2000، وهنرجع تاني نسمع ان العناية المركزة ما فيهاش مكان، والناس بتتخانق على أنبوبة أكسجين، والناس مش لاقية مكان في المستشفيات بسبب إهمال الدولة. ده كده إهمال دولة. ما يطلعليش بقى إعلام النهاردة يقول لي إهمال مواطن. المواطن مش هو اللي سمح لتامر حسني، ولا هو اللي جاب عمرو دياب في فندق القوات المسلحة عشان يعمل حفلة فيها 60,000 واحد، ولا جاب شاكوش، ولا جاب مش عارف روبي تحت سفح الهرم تعمل حفلة فيها 60,000 أو 50,000 واحد، ولا المواطن هو اللي جمع
الناس من كل أنحاء الجمهورية وشحنهم بميكروباصات وباصات في استاد القاهرة عشان يعمل تدشين حياة كريمة. المواطن ما عملش الكلام ده، المواطن بريء. ما اسمعش حد تاني بقى يقول لي وعي المواطن، ويقول لي عدم التزام المواطن، ويقول لي المواطن يستاهل، والمواطن ما خدش باله على نفسه. اللي عمل ده الدولة وفنادق القوات المسلحة وشركات الدولة ووزراء الدولة ومؤسسات الدولة.